انت بخير، ميرسي صحة والسلامة وسلامة. أكبر. الله يخليك الأولاد آمين وكمان يزورك يا رب آمين المصطفى آمين ويحقق أمانيك إن شاء الله. الله يسلمك. طبعا عيد بركة. الأضحى المبارك هو من المناسبات الطيبة جدا، ونحن جينا ناس اللي جينا تعدالين حابين نشاركوك فرحة العيد. ايه شعورك في المناسبة دي؟ وتقولي شنو للناس اللي بيشوفوك في تشاد وبره من تشاد كلها؟ أنا سلمتهم كتير، أنا فرحانة في إيه، وشكرا لي انتوا اللي جيتوا لينا كل زيارة، خلينا فرحانين. ومبروك العيد لأخواني لجيراني للناس اللي جو يسلمونا كله، أنا فرحانة فوقهم، شكرا لهم كله. بتسووا كيف نظام؟ يعني نقسموا كله، أنا لا يمكن أخلو داخل كمان، كله نقسموا للجيران، كل عيد كله كله نقسموا للجيران، كل عيد كل دبي أنا دي اللي تقسمي للجيران. طيب دايرين نعرفوا ان احنا التجهيزات اللي بتسووها بلا الخروف العيد شنو؟ انا شنو التجهيزات شنو للعيد؟ مثلا العيد جاي احنا عندنا خروف، عارفين ان احنا عندنا خروف، شنو بتسوي ثاني؟ كعب ولا اي حاجه ثانيه؟ نسوي كعب وما يدك يعني اللحم، ولكن الكعب كله تسوي جنبه، لكن الكعب مهبوب من اللامسه، اللامنا خلاص بقي كثير، ما تقدر تاكل اللامنا، تسوي الكعب كله الان مكنجات، تنتي كعب، تنتي الاسير بشرف. طيب كويس، نقول لك كل عام وانت بخير، والله يخليك الاولاد ان شاء الله. امين امين ان شاء الله. امين امين. يلا قول لهم باي، قول لهم باي. سمعتوا ياسر؟ ماشي يا ياسر، الله يخلي لك. مشاهدينا اهلا بكم مجددا، ونتابع معاكم تهنئة العيد مع أسرة أخرى. السلام عليكم مشاهدينا، يسعدنا أن يشارك معنا أخواننا في هذا العيد المبارك، ونعرف منهم كيف كان عيدكم. كل عام وانتم بخير. السلام. الله يسلمك، خليك الأولاد إن شاء الله. والله الحمد لله، الله يبارك فيك ما شاء الله. شنو كانت تجهيزاتك للعيد؟ جينا فتشنا الخروف، والحمد لله مشينا صلينا وجينا، وهسه حاليا انتهينا خلاص التجهيزات كلها. شنو انت شايفه مميز في العيد ده؟ والله الحمد لله العيد ده كله الناس فرحانين، اولاد الصغار والكبار كله الحمد لله، والجيران كله جون عليهم فجر كل ياتوا. بالنسبه لعيد الاضحى المبارك جو زارونا، ونينا كمان ان شاء الله باشيه قليل، ان شاء الله ان كلنا مرقوا، وان شاء الله للجيران دول كل كانوا رقوم، وان شاء الله يتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله يا رب. ودائما يكون في التواصل بين الاسر وبين الشعوب دائما مع بعض، والعيد طبعا هو بيكاتف الناس وبيجمعهم زي ما انت قلت، فدي ميزه من مميزات العيد. وشنو تهنئتك لجميع التشادين الموجودين في مثلا في ضواحي تشاد، في ابشه، في وهنا والخارج تشاد كمان عندنا نحن ناس موجودين. بالنسبه لعيد الاضحى المبارك يعني تحني لكل التشاديين والتشاديات والقاعدين في المدن البرة، البشة، سار، موندو، وكل قاعدين في الخارج، وكمان خاصة القاعدين في المملكة العربية السعودية، كل نتمنى لهم يعني اليوم يوم كبير، يوم عظيم، يوم عيد الأضحى المبارك، يعني يتقبل الله منكم ومنهم جميعا صالح الأعمال. الله يسلمك. طيب عندك اشخاص معينين دار تسلمهم سلام العيد ما معاك ومتمني انهم هم يكونوا معاك اليوم؟ والله الحمد لله، اول شيء يعني عيد الاضحى المبارك يعني نتمنى يعني كل التشاهدين يعني يتكاتفوا، وثم ثانيا اول شيء يعني تهنيتي لجيراني، الاول لجيراني كلهم يعني نتمنى لهم الخير وللاخوه، وعندي زملان مشوا في السعودية كمان، يعني الله يرجيهم بالسلامة. الله يسلمك، إن شاء الله أي نادم عند نادم غايب يرجع عليه بالسلامة، ويسعدنا جميعا ويعم الخير في جميع أرجاء العالم. عيد الأضحى المبارك، الله يقبل مننا ومنكم سالي الأعمال، تهيئ كل لجميع الأخوة المسلمين، أن يديم الصحة والسلام، وأن يدينا العافية في جميع، ونتهي لعيد كل أخواني وأخواتي في تشاد، في خارج تشاد، وفي داخل تشاد، وفي مدن، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلام،
الله يقبل منا ومنكم سالي الأعمال. الله يسلمك وكمان يتقبل منك. ودايرين نعرف انت اول يعني شفناك جيت داخل انت جيت بتسلم على جمال. جيت نسلم على اخوي الهج ابا قناه. جيت نسلم لي انا جارك كان اسمي ادم موسى. ايوه جارك جاني فينا جيت نتاهل نسلم عليه. ما شاء الله فضلاني كاك ومشروبات كله الحمد لله ما شاء الله. لسه لحم كمان على طريق قال وجه ان شاء الله. نمشي نجي ان شاء الله كلنا كلنا اخوان وكلنا نجي يعتقل الداخل لا اخوه الحمد لله ما شاء الله. وانت كمان دابح في البيت؟ انا دابي في البيت دابي الحمد لله دابي عندنا قريب تقريبا 3 خروف في البيت ما شاء الله والله. والاسره كلها متجمعه عاده بتكونوا بتتجمعوا في العيد بتضحوا مع بعض ولا كل واحد في بيته بعد ذاك ياكل؟ لا انا قاعدين انا كل ندهي اخوي سخار كل يدهي وامي كل تدهي ما شاء الله والله. ان شاء الله ربنا يجمعكم دائما ويخليهم دي كل الحمد لله لقينا دي الحمد لله تمام بيتمن مناسب الحمد لله وكله خروف سمين وخرب طيب ما عند اي عيب الحمد لله ما شاء الله. بس ما تكتروا الاكل عشان بعدين ما نكتروا نقسموا لازم دي ده لازم تقسم للجيران ولا اخوان تنتي هديه منا ومش الكيكني ما كله نسوي بكانوا عند ما فيه نقسموا للناس. تهنئتك للشعب التشادي والله نتاني نسيت هي للشعب التشادي القادم في داخل الشات وفي خارج الشات تهي لاخواني خاصة الموجودين في السعودية الموجودين في أوروبا والموجودين في آسيا والموجودين في أمريكا أمريكا اللاتينية أمريكا الجنوبية نوجه للتشادين كل عام أنتم بخير. بالنسبة للإيد المبارك إيد الفطر إيد الأضحى المبارك نوجه لهم كل تحياتي لهم ونوجه لأخواني القاعدين في أبشي القاعدين في مندو القاعدين في سار القاعدين في كل مدن أنا شاد داخل وبرا ونوجه لأخواني القاعدين في السعودية وفي السودان وفي مصر وفي نيجيريا كلهم نوجه لهم كلهم ونوجه لأولادي خاص الوالد عسى اليوم عند مشل شهرين وخمسة يوم اسمه موسى وسميته في ابوي نوجه له تاني ونوجه لزوجتي كلهم موجودين في ماو. الله يسلمك. لكن عندك ناس كلهم شتتوا ناسك في امريكا وفي والله كل رفقان الناس قاعدين القرينا ما مسوا رفقاننا وتعرف كرتينا ده كل ناس ماشوا المشوا امريكا المشوا فرنسا كلهم موجودين كلهم نسلم لهم نقول لهم كل عام وانتم بخير والصحه والسلام اللي يوفقنا يا رب العالمين. مشاهدينا ده ناس كلهم كشتوا وان شاء الله السنه الجايه يعيدوا معايا لانه شكلك كده ما فضل لي نتمنى السنه الجايه إيد الأضحى المبارك القاعدين في امريكا وقاعدين في فرنسا كلهم بيجوا هنا بيدوا معنا بيشوفوا العادات وبيجيبوا اولادهم يشوفوا العادات انا افريقيا ما يخلوه يودر الحمد لله. الله يسلمك عود الايام الله يبارك فيك. رايك شنو في عيد الاضحى المبارك؟ والله نقول فالحمد لله عيد الاضحى المبارك عيد كبير وعظيم لازم نفرح مع الاخوان مع الجيران ومع الاهل جميعا سواء في الخارج وفي الداخل البلد ذاته. انت شايف المناسبه دي تتعلم منها شيء ولا شايفها الميزه الفوق جميله هي اللي بتجمع الناس؟ لا في المناسبة العيد الأضحى المبارك لأن الأولاد والكبار والصغار كل جماعة هم فرحانين سواء في الخارج في المديريات برا في جوا الأسماء. احنا زي ما عندنا ناس في نجمينا كمان عندنا ناس في بشي في آسيا في المدن القروية البعيدة وعندنا كمان ناس في خارج تشاد ويمكن انت كل يكون عندك ناس برا تعيط عليهم تقول لهم شنو؟ نتمنى لهم عيد الأضحى المبارك كل عام أنتم بخير صحة وسلام نقدم لهم التحية بتاعي خاصة لجماعة القاعدين في بلجيك وجماعة القاعدين في الكاميرون وما ننسى الإخوة القاعدين في نيجيريا لأن اليوم أن هنا نعيدوا هم من هناك حالتهم خطيرة نتمنى لهم ذات نفكرهم في هذا العيد المبارك نقول الله يخفف ويرفع البلاء اللي نزل لهم. نقدر نشكركم لكم انتوا الجوتي اللي نشكر على جيسين ونشكر لجميع المسلمين بعيد الاضحى المبارك نشكرك انت بنفسك ذات. شكرا الله يسلمك الله يبارك فيك ان شاء الله ربنا يعيد عليك السنه الجايه بالخير والبركه بالخير والنعم والبركات. وعمل كيف برنامج عيدك كان؟ عيد حقيقه بيجي لنا عيد بيجي كويس مره والجميل جدا جدا العيد نطلب لاخواني البرة والداخل والجميع المسلمين البرة والخارج والداخل كله ونشكرهم كل جميعا.
طيب شنو تجهيزاتك كانت للعيد ومع الأسرة متجمعين مع بعض ولا ضبحت وحيدك ولا كم كان برنامجك للعيد؟ إذا أنا دبيت مع الجماعة كل جماعة أخواني وأختي وأخواني الكبار والضباط كله دبينا الخلم. كويس والله ما شاء الله ولسه ما تشينا. لسه ما تشينا لسه ما تشينا. كده نمشي ونجو نأكل معاك إن شاء الله. تمشي المرارة بالكوكا والخمامات كل القطة خديها خاص كل راديو التلتشا. شكرا الله يسلمك الله يبارك فيك. مشكور عليكم مرة. الله يسلمك كمان يخليك الأولاد. آمين آمين يا رب. ونواصل معاكم تهنئة العيد مع أسرة شادية. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. السلام عليكم. الله يسلمك. دارينا شوية. تليفون ده في دجه طبعا ضابحين ما شاء الله وفي العيد ده انتوا هسه كلكم متجمعين شايفينكم ضابحين بقره يعني فقلت كلكم اخوان متجمعين مع بعض ولا انت لوحدك وكيف برنامجكم برنامجنا واحد على حسب بيت بس بيت كوسيلة بقدر كامل وكيف بتكون بتوزع اللحم ده للناس إن شاء الله يتوزع كما الله ورسوله إن شاء الله يا سلام ما شاء الله إن شاء الله ربنا يسعدكم سعيد ودايرين تقدم تهنية عبر التلفزيون شات لأسرك الموجودة خارج جمعنا والله من ثاني الأسرة عندنا في مالي وفي الكاميرون في السودان في السعودية كل إن شاء الله أتمنى أن يجد سيد إن شاء الله إن شاء الله بيكون يشوفوك ويسمعوا تهنئتك إن شاء الله وتوصل الله يبارك فيك في سنة مش اللي قاعدين نسوي اللي قدامك اللي أتمنى الله كيف يودينا اللي قدامك مش اللي كما زيادة من اللي كما دارين إن شاء الله وربنا إن شاء الله يدوم المحبة بين الناس وكلهم يعملوا زين كده وكل عام وانتم بخير إن شاء الله وتوري لي أبوك دول وأمك ورفقانك توري لهم شنو هسه عيد جدا كل عام وانتم بخير ان شاء الله وربنا ان شاء الله ينجحك في المدرسه ماشي الله يسلمك مشاهدينا نتابعوا مع بعض تهنئه العيد مع اسره شادية اخرى السلام عليكم الحمد لله الحمد لله شنو لسه ما ضبحتوا لا لسه ما لقينا زول بس ما لقيت زول اي ان شاء الله تلقوا زول ويطبخ لكم ان شاء الله يدوا نحصى بدنا نقضي فوق ان شاء الله تفضلوا صلى الله قلت لا 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 ولا يهمك عادي ما في مش اي مشكله قلت لك انتم محتاجين يجوا الندبه معي يعني ناكل ما شاء الله والله ان شاء الله ربنا يخليك اليوم الله يسلمك وعاده كيف بيكون ضبيحه كاسه شايفه انا خروفين فانت وحكي بس تضحي بخروفين ايوه انا شريتها وهي كمان نسيبي جاب لي ما شاء الله والله كويس طيب تقدمي تهنئه للعيد تسلمي لناس كي برا تقول لهم شو لا 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 كل الناس سلمت لجميع الناس ما شاء الله والله ان شاء الله ربنا يخليكي اولادكي جميل وكمان تلقي نادي مطبخ لك الخروف ان شاء الله الله يسلمك الله يبارك شكرا الحمد لله كل عام بخير ان شاء الله والسلامه يعود الايام ما شاء الله الحمد لله عليكم السلام جاي سلموكم الله ما شاء الله اللي قدرنا سنة آخر إن شاء الله اللي يطول أمورنا دايرينك تحكي لنا يا توهيني معاك أخوك أخواتك كيف عيدكو نظمتوك كيف هسا قانتك نظمنا ما شاء الله بسيرة السلام الله يسلمك دو انتو حكي بس أنا ما أريد أخو أخواتي دول هناك كل جيدة أخواتك وكل أسرع أيه هناك أيه. أخواتك كم من جوها أسرع ما سجرين لنا ثلاثة ما شاء الله ما شاء الله كويس والله وكلك جمعتوا سوا كلنا فاهمين بس طيب الموضوع ده كل سنة قاعدين تسوي كل سنة قاعدين نسوي مش إلا ما شاء الله والله أتمنى إن الناس كلهم يكونوا متجمعين زي ده ونشوفوا المنظر الجميل ده وكل عام إن شاء الله عندك أنا وجاري في عاوين دقاي سلمت كثير الله يهدرنا سنة أخرى عريتها يجري الدين الله يسلمك يربينا يكرمنا كلنا جميعا إن شاء الله الله يسلمك طيب شنو حاسيتي ولمت الناس جنبك وأمك دول وناس كلهم ده أمي دول أمي دول كل جايين الله يسلمك شنو أنت فرحتي كيف أوصفي لنا فرحتك بالعيد كيف فرحت بس فرحت مرة كلنا فرحانة مرة على حدرانا ده إن شاء الله ربنا يخليك الله يخلينا الله يطول أمورنا كل سنة ونلومه مش إلا إن شاء الله يا رب آمين الله يسلمك هنا بس هنا بس ايوه كويس والله الحمد لله وما شاء الله انا شفت اللمه سمحه عجبتني بصراحه ان شاء الله كل الاسر يتجمع كده ويكون في تكاتف وفي حنيه كده بيناتكم زي ما حاصل معاكم بالظبط انا بصراحه عجبتوني مره واحد كيف عاملين وداير دايرك تتقدمي تهنئه عبر التلفزيون شات
للناس كي الموجودين برا من انجمينا تقول لهم شنو؟ سلمتهم ونسلم عليهم ومبروك العيد، بركة الله حذرانا والله يحذرنا السنة آخر جميع المسلمين، الله ينتينا الآفينا والله يسد أشيرنا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. آمين إن شاء الله. كمان الله خليك أولادك آمين. آمين. مشاهدينا صراحة منظر جدا جميل إن الناس يتجمعوا مع بعض ويكونوا متكاتفين مع بعض زي ما نحن شفنا مع الأسرة دي، إن شاء الله الأسر كلهم يكونوا متكاتفين وفي محبة ومودة زي ده. الله يخليك الله. وكمان يخليك لهم إنتوا دائما تقعدي كده البيت اللي بيتجمعوا فوقه الناس دائما لمتك سمحة الله يسلمك. وشنو تهنئتك للعيد لأمك دول لأخواتك اللي هسه معاكي للبرة من نجمينا تقول لهم شنو؟ الله يخليهم الله يطول عمرنا الله يهانينا الله يسد أشيرنا. آمين إن شاء الله يخليك لهم كمان. آمين. الله يبارك فيك. فإنتي تقولي للناس اللي بيسووا لحم هسه، مرات في ناس باكلوا لحم كتير مرة في العيد ده هسه. أي باكل ما شاء الله. شغل ده ما يقدر ما عديل سي. ما بيسي شيء. ما بيسي شيء. أنا سنوات تقولي لا. ما بيأثر لهم مثلا عيالات بس ناس يخلوهم ياكلوا لحم كتير وشنو ده؟ باكلوا التمر. ها. وخلاص الشيب القمة. واسي أنتوا لحم ده كله قاعد تقسموا منه ولا كلك قاعد تقسموا للمين؟ كل صدقة المسكين كل تنتي معاكي الماء عنده ما شاء الله كويس والله. آمين. تقولي شنو في عيد لعيالكي لعيال عيالكي ولناسكي وأهلك تريدهم؟ كله نقول الله يدينا العافية جميعا ويحضرنا سنة آخر. الله يسلمك. ايوه. طيب انت شايفه كده زمان كل الناس العيد ده ما هو ما يعني مطول. أيوة. لكن في فرق بين اول زمان وهسه ما سوا. كيف انت شايفه انت بما انك انت عشتي كثير وشنو ده اول كل العيد ده مثل ده بس ولا هسه في حاسة ان في تغيير؟ لا اول ده العيد ده انا عارفه واحد ده بس. ايوه ما العيد واحد بس. أيوة. في اللمه وفي الضبحان سوا وفي الكلام ده كيف؟ لا الهسه العيال بيبقوا رحمه. ما شاء الله. ايوه زمان ده الا انا وجوزي وعيالي هسه ديكوياتي عيال عيال اخواتي كل مجموعين قاعدين مع عيالي. انا ما نسيت شيء الا قاعده مرتاح الا عاوين انا عيالي وعيالهم واخوانهم ياخذوا لنا برا. كويس والله. والله شيء بطل معي. وقصدي يعني مثلا زمان انتوا اسهل متجمعين، زمان ده كله كنتوا تتجمعوا في بيت امك دول قاعدين تطبخوا مثل ما هسه ده بس انا شفت ده ولا كيف؟ لا في بيت امي كلها كان ناس كثير نتجمعوا ناس ما كثير كان علي بعد القايدين بس حسب ظروفكم. ايوه ماشي كويس والله. فان شاء الله ربنا يخليك لهم. ودايما اقول لك يعني شنو شعورك اليوم انت وعيالك كلهم لامين فرحتك؟ أيوة. كيف اليوم توصفي لنا فرحتك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله انا فرحانه باي شيء. ربنا يدينا العافيه والسلامه ويطول عمر الانسان كله ان شاء الله ويدينا العافيه في بلدنا ان شاء الله. ربنا يطول لنا في عمرك. امين. تقعدي عشان تشوفي عيالك وتفرحي. أيوة. بيهم. أيوة. كل سنه تتجمعوا زي ده. الله يامن. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ربنا يحفظك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. امين. واي انت كنا دايرين نحجي معاكي شويه انت اخوتها ولا اخوتها؟ تمام. يا سلام. ما شاء الله والله كبير منك. كويس والله. وكل جيت تعيدي معاه ومن زمان انتوا كلوا قايمين كل السنه بس دي كلها جدا لثني بس ما شاء الله والله. كويس. جوزي توفى وجد توفى معي جد ما شاء ما بين اختي السعوديه. يا سجينا جينا كل قايده هنا. كويس والله. ولما كنتوا زمان في الشباب كلها تتجمعوا وتعيدوا سوا ما شاء الله لحد ما هسه ده. لحد ما هسه ما شاء الله. الله يحن عينكم كلها ويقوم يسلكوا بس. امين امين. الله يبارك. امين امين. عندك نادم تتمني انه يكون معاكي في يوم العيد ده وما لقيتيه؟ كم ما لقيته ما كلهم ناس ما شاء الله ما شاء الله والله. طيب تقولي شنو للناس الناس اهلك البعيدين منك تقول لهم شنو في العيد هسه؟ كلهم عافيه بس. عندك ناس في السعودية في السودان ولا في البشي وكذا؟ في عندك في البشي في نيجيريا كلها. في نيجيريا كلها ما شاء الله. كويس. تقولي لهم شنو في العيد ده؟ نقول لهم عافية بالعيد مبروك العيد عافية الله يهدرنا سنة آخر. آمين إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يخليكم لبعض. آمين. من جزاك الله خير. آمين إن شاء الله. الحمد لله. ده كل أولادي ترى ده كل أولادي أنا أخوي. ما شاء الله. الحسن يسوي رباعك.
ومتجمعين. فشنو كيف برنامجكم البروجرام هناك انا في العيد سويت؟ الحمد لله ان شاء الله فرحانين، حيانا بلدينا الاخوان لامه فرحانين الحمد لله. بركة دي امي وجيتي تعيدي بكانا؟ جيت نعيد بكانا، انا عفتي على بنقول دونك جيت نعيد بكانا من باكان. كويس وكل سنه كلها تجي وتجي شك باكان نجي نعيدني ما شاء الله. ان شاء الله. وانت واخوكي ولا اخوك ناس اخرين ولا انت بس؟ انا ويجي بجيت الاخوان جي الاخوان وامي وابوي وجدنا على الباسه يد هنا قبل وركان نمشي. ان شاء الله دائما كده تكونوا متجمعين والله يخليهم ليك عشان تجي بكانهم دائما. امين ان شاء الله. ان شاء الله امين. قولي لهم شنو انت فرحتك شنو بجمعتك دي وبالعيد وشعورك شنو انت لامين مثل ده هسه؟ والله انا فرحانه بجي لقيت اخواني ما في مخاطرين كله جو قايدين جو كل اللي لقيتهم جميعنا عوي امي كل اللي لقيتهم اخواني فرحانه مره واحده. فرحانة. طيب قولي شنو بتشاهدين في انحاء جمينا والفكرة الشيء والبرة والقاعدين في الخارج تقولي لهم شنو في العيد؟ الله نقول لهم مبروك العيد كان كنا سنة عامكم بخير بس ما ليس دايشنا جميعا الحمد لله تقول اللي تم معنا قلبه يجيب لنا عافية. فرحانين وعمي قايدة داخل ودي كاكيتي ما شاء الله ودي خالتي كلهم كيسين أنا فرحانين مرة بإدة آمين كويس والله ان شاء الله ربنا يجمعك معاهم والسنه الجايه تعيدوا سوا ويجوا هم كل يعيدوا معاكم يعني. الله يبارك فيك. انا هدينا سنه اخر وانا فرحانه بايدك ان شاء الله تجري انت ان شاء الله ربنا ينجحك ويشوفك كمان دكتوره كبيره مره واحد. وقبل افتكرت اخوك دي مزمده دار نسالك اذا كانت تجوزتي مشيتي برا انت كلها تسيمس انا اخوك كده تجي انت ولا تعيدي مع امي كده ولا نجي تجي سي ما تمشي تقعدي هناك؟ ايوه ان شاء الله ربنا يخليك لهم وتجي كلكم تتجمعوا مع بعض. الله يسلمك. مع اخواني مع رفقاني ومع امي دول اوكي احنا اتجوزنا بقينا كبار كما خلاص مع نسباننا كلنا قاعدين قاعدين وبعدين ولدنا ايالنا كلها قاعدين مع عيالي مع ابو عيالي كلها بنات كم جوزناهم البرا برا والقايتين كلها كمان بيجي لنا وبيمشي. طيب انتوا ساعتوا ضابحين ما شاء الله اكثر من خروفين بتقسموهم ولا كيف؟ نقسموا نقسموا للناس الجيران كلهم نقسموهم والفضل كان علينا كله كان بيقي عليه وكله ما عادوا كويني تتشتشوا مثل ده مثل ده. يا سلام خلاص تفضلوا لنا شيء زي بعدين يعني نفضلوا الله يبارك. الله يبارك ما شاء الله الحمد لله. الله يسلمك. الله يبارك ما شاء الله الحمد لله. الله يبارك دي اي هناك واخواتي ما شاء الله والله انت لما ما قاعد معهم ولا جيت لهم قاعد تعيد معهم؟ جاي هنا ما قاعد هنا. شنو انت هسه اليوم كيف مبسوط زي امك جنبك واخوانك وناس كلهم لموا لك هنا في العيد؟ مبسوط مرة ان شاء الله دائما تكون مبسوط وان شاء الله دائما هم كمان يكونوا جنبك ان شاء الله. الله يبارك ان شاء الله ويجيب الله يبرد برد ان شاء الله السنة برد امين ولا يزيد رزنا يدرس به اذنه ان شاء الله. في اتوقع ما شاء الله كل سنه نجي نعيد معهم نجي نسلمهم نجي نفر معهم سوا نقعد سوا نعيش سوا كده بس زين ما شاء الله والله. وتوري شنو ناسك اللي برا؟ نقول لهم كل عام وانتم بخير سي والسلام تعود الايام اللهم يرفع البلاء وينزل الشفاء ان شاء الله. الله يسلمك الله يبارك فيك. مشاهدينا ان شاء الله دائما نشوف الاسره كمان متجمعه اي اسره شاديه واي اسره اسلاميه نشوفوها متجمعه وبالحنيه دي في كل عيد ان شاء الله وكل عام وانتم بخير. ونواصل كمان جولتنا ثانيه العيد. اهلا كيف حالك ابا؟ كيف كويس؟ خير. الله يسلمك كل عام وانت بخير. الله يسلمك الحمد لله بارك الله ما شاء الله. شايفه اولادك واولاد اولادك كلهم متجمعين جنبك هنا اليوم ورابحين كلهم سوا الحمد لله ان شاء الله دائما تكونوا متجمعين مثل ده متجمعين مثل ده ويخليك لهم ويطول عمرك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. الله يبارك فيك. الله يدلكم جيتوا يوم ما شفتونا زرتونا في ديوننا. الله يسلمك شكرتكم كثير. الله يبارك فيك. شكرتكم كثير. انا
أم اسمي عبد السعيد جدا. أنا مولود سنة 40 وواحد. من نفسان كارنتين. ما شاء الله. يسي من نفسان كارنتين أفر لامي. ما شاء الله الله يطول عمرك. ما شاء الله. وسا الله يعدل لنا البلد. إن شاء الله. اللي وسي علينا زيادة من ده. إن شاء الله. وأنا شكرتهم كثير لرئيسنا ذاته. أني نفوره إن شاء الله. إن شاء الله. ما يوست كله مدام هندا. الله يبارك. أما الأتام الله يعاونا في خدمته دي. أجبلنا مرة وايد. إن شاء الله ربنا يقبل دعوتك. إن شاء الله كلنا فرحانين بخدمتهم على سبب أنتم شعب وبأدلوم له أن ماما كل يوم وراهم إن شاء الله. ما شاء الله. ندور توصف لي فرحتك اليوم اللي ما شاء الله الأسرة اللي بتجمع جنبك وضافين وفرحانين. ندور توصف لي فرحتك أنت بالعيد ده. أنا فرحان مرة وايد. ربنا اداني قروش اداني ايال الحمد لله. مشيت في سوق شريت الدهية بعشر الف جابوا بمئتين. انا فرحان علوم ذا ناكل مرارة تمام خلاص فاولادي كله ياكلوا كلهم ان شاء الله. انا فرحانين والله ان شاء الله. والله يدلينا بلدنا امين بلدنا الله يسعد عديل مش الا بس ان شاء الله. وعندك اخوانك ولا رفقانك ولا ناس كله برا؟ انا سلمتهم كل اولادي ابو بكر بشاغة دول وسلمت لولادي اسمه شنو جده سميانه جدنا ده سلمت حماتي عشا قاعده في برا وسلم ايسا رخيص كل في دوي الايا أولادي ده كله شيخنا أنا في لي في ولادي والدخي اسمه عجيد سلمت كثيرا سنة عجيد كل ما أولادي أخواني مسطرين كل سلمتهم كثير هم قاعدين في دار برا أما أنا هم كله أنا كله ورا رئيسنا بس كلام آخر كما عندنا برا وداخل كويس والله والله يزيده رئيسنا الله يزيده الله يمضي سنين كثير ما مرت هند دبي امين ان شاء الله. الله يبارك فيك طول السنين. مشاهدينا نجدد التحايا لجميع الاسر التشاديه والله يطول لنا ان شاء الله في عمر الناس الكبار كلهم هم بمثابه ابهاتنا وامهاتنا ويخلوهم لنا عشان نقدروا نتعلموا منهم كيف نحن نتعاملوا مع المناسبات الزي دي وان شاء الله تدوم المحبه بين كل التشاديين. الله يبارك يا شام كل عام بخير ان شاء الله صحه وسلامه خليك لما السمحه دي خليك اولادك الله يبارك فيك امين ان شاء الله الله يسلمك كل سنه وانت طيبه امين ان شاء الله. دايرين انت توصف لنا فرحتك شنو اليوم عيالك معاكي كده كل عام بخير وصحه وسلامه الله قدراني امين ان شاء الله ربنا يطول عمرك امين امين. هذه اولادي هذه كله جميل مثلي كويس والله. بعدين نعرفوا تقسموا لحمكم ولا في برنامجكم في العيد كيك نقسموا لحمنا انتم شنو نقسموا انتم الجيران كلنا انتم كويس والله. دايرين تقدمي تحيه عبر تلفزيون شات لناس كل قاعدين برا ها سوي نقدم لاختي امنه عبد الرحمن في دقنا مسكوري وعائله تاع كلكم ونقدم لاختي حبيبه في مونغو وعائله ابشه سعاد بكر ندش بكر كلنا نقدم لهم كل العافيه والصحه والسلامه الله يسلمك ان شاء الله السنه الجايه تتجمعوا وتعيدوا سوا الله يخليك لعيالك. يا غالي يا غالي يا ياسين احنا استريتشات ندور نعيدوا معاكم كيف حالك؟ الله يبارك الحمد لله. كيف حالك؟ كويسه الله يسلمك يخليك الاولاد امين. شنو ذبحتوا؟ اي كويس والله الحمد لله. وشنو قاعد تعيد هيك ولا ما اختي ولا اختك؟ اختي اسمها سلوى ما شاء الله والله جت تعيد معاك اي عديد والله. وشنو لحمكم هسه كيف تقسموه ولا تتشوا ولا كيف تزووا؟ صدقوا تتشوا كله سوا كويس والله. واول كلها كبس تجي هي بس بكانك كل سنه كلها ولا وين امك اخوانك اخرين؟ ها كويس والله الله يبارك فيك. تورينا وشنو هسه امك دول قاعدين باين منك وشنو ده؟ الله حجلالا سنه جديد نسامهم ونسلمهم في مشروع اعمل عيد عمي اسفات بتكتب مكان اخوي تعيد مش كده. وعندك ناس اخرين في مكان اخر بلدهم عندي اخوال في الدجال وكل سلمتهم هنا خالي كلها قاعد سلمتها كويس الله يخليهم ليكي ان شاء الله السنه الجايه يجي يعيدوا معاكي هنا امين ويخليكي تكلوا لعيالكي امين الله يبارك فيك امين. طيب شنو فرحتك بالعيد عبر لنا عن ما شاء الله العيال فرحانين وانتم ضابحين وشنو والعيد شنو الفرق بين من ايامة الاخرات؟ حلو راجلنا يلا قاعدين ده بلين ده بس فرحانين ما شاء الله ان شاء الله ربنا يفرحكم دائما امين الله يسلمك الحمد لله. عيدي هسه مع اختك نعم وانت كل سنه كل قاعده تجي تعيد هنا معاها جيت سنتين ما هذا
سنتين دقات تجي نجي معاها نعين معاها ونقبل. ما شاء الله والله كويس ان شاء الله ربنا يخلي عليكي. امين. طيب تقدمي تهنئه حقه العيد دي لاهلك تقول لهم شنو؟ نسلم عليهم بس نشكر عليهم كلهم. يا تو وانا عيل لامي خديجه في المسرو وانا عيل لاخواتي هنا في شارع 50 ان شاء الله ربنا يخليهم الله يسلمك حقه. ونشكر عليهم عباس. مشاهدينا نجدد التهاني عبر تلفزيون تشاد ونواصل تهنئة العيد مع أسرة شادية أخرى. كيف خيارات؟ كل عام وانتم بخير. كيف كويسين؟ هيا ناخذ كيف كويسين؟ عم بيرك كل عام وخلاص خلاص شغلت قطعته ولا يوم تقولها ولا لسه بس ندور نعيدوا معاكم اليوم. تقولونا فرحتكم بالعيد كيف وضبحتوا ده قدمتوا لعمكم ولا كنوا سيدي؟ تقولونا اليوم بالضبط كيف سويتوا شغل؟ الحمد لله بينا وقسمنا ولا شيء اخر خلاص كل هسه قسمنا هسه قسمنا ما شاء الله والله ما شاء الله. الله يخلي لك الاولاد خد راحتك. امين الله يسلمك. الله يبارك. الحمد لله ما شاء الله. دارين توصفينا امين ان شاء الله. الله يخلي الله يسلمك انتم على قلوبكم. امين كمان الله يخليك الاولاد ويخليك النسامه بنيتي. الحمد لله ان شاء الله. الله يسلمك. الله يبارك. الحمد لله. دارين توصفينا اليوم فرحه العيد ولمة العيال جنبك وفرحه العيال كلهم وفرحة العمر يدرس ولادي ما شاء الله والله. الحمد لله الحمد لله. الله يزيد موظفهم. الله يخليهم. الله يخليهم لي. الله يزيد مزاوتهم. الحمد لله شكرا عليهم. نحنهم بمناسبة العيد الفطر عيد الأضحى المبارك لجميع اسمه شنو أنحاء العالم. أنحاء العالم كذلك. وأشكر على الناس الذين جوا بالتلفزيون التشادي وأشكرهم جميعا كلهم وعمر إدريس خاصة وأتمنى لكم التوفيق. الله يبارك فيك إن شاء الله. ربي يسعدك ويهنيك. دارين إن شاء الله. أنا سعيدة أكون صحفية زيك إن شاء الله. إن شاء الله لما تكوني على الأقل معي ذاتك تساعديني شيء إن شاء الله. الله يسلمك إن شاء الله. السنة الجاية كده تكوني معي إن شاء الله. كان السنة وفقت كان بكلوري إذا كان الله لي وفقني. الله يحقق امانيك ان شاء الله. نشوفك اعلاميه يعني كبيره جدا معروفه ان شاء الله باذن الله. رجعت السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ كويسة الحمد لله. الله يبارك لك. صحة وسلامة. عيد أيام. خليك الله والجيران وأخوانك إن شاء الله. آمين إن شاء الله. الله يسلمك. طويل العمر. حبينا نعيد معاكم في عيد الأضحى هذا. إن شاء الله. ودايرينك تقدمي لنا تهنية لشعب التشادي كلها اللي جمينا والبرة جمينا إن شاء الله. نقدم تهنية لكل شعب تشادي ونقول لهم مبروك العيد. عيد أضحى مبارك. يعني البرة والداخل حتى في الخارج من التشاد كمان نهنيهم نقول لهم مبروك العيد وكل عام هم بخير ونتمنى لهم حياة سعيدة يعيش عمر طويل. الله يسلمك وان شاء الله توصل تهنياتك على التلفزيون. ودارين نقول لك عيد كده بقى كيف هسه شايفيكي وحكي قال تمشي لها هلكي ولا هم يا بجوكي ولا كيف بقى عيد كده؟ الاهل بجوا ونمشوا لهم برسكي. العيد ده ما مثل عيد هنا رمضان. اي زول مشغول قدر بعدين شيء ينتهوا من عملهم حتى الزيارات تبدا. مشاهدينا في جميع انحاء العالم نقدم تحيه بمناسبه عيد الاضحى المبارك لجميع التشاهدين الموجودين داخل وخارج التشاد والامه الاسلاميه جميعا ونقول لهم كل عام وانتم بخير. بهذه المناسبه يسعدنا ان نستضيف بعض من الاسره التشاديه ونقدمهم ايام العيد. تفضل. ثاني حاجات تبقى كويس وقسمتوا منا اللحم للجيران وكده. الحمد لله قسمتوا وفي ناس جاي يجوا يعيدوا معاكم وكيف؟ قاعدين ان شاء الله. كويس. فجر كمان هنا من الديفان ما شاء الله والله كويس. طيب انت بمناسبه عيد الاضحى عندك ناس دور تقدموا لهم تحيه تقول لهم كل عام وانتم بخير بالتشاديين كلة عامة كيف؟ تقول لهم شنو؟ نقول لهم مبروك العيد كل سنه وانتم بخير وصحة والسلام. الله يسلمك. الله يبارك فيك. جميع شاهدين دارين ان شاء الله حتنكم عندك خير. طيب انت شنو اليوم انطباعك بالعيد؟ شايفك وحكي ولا شيك حتى ناس يجوا تلوموا سوا وفرحة العيد كيف حاسه؟ العيد الحمد لله شيء كل الناس بجونا قاعدين وفي اخو كله بيساعدني في الاداء هنا. ماشي كويس. الله يسلمك. كيف ده عيد ده هنا لحم وما لنا ناس يجوا جداد ده؟ جداد ده عشان اكون ضعيفه بس فريدنا ده.
عشان تعدلوا فوق السفرة. فوق السفرة ما يبقى لها محيدة. ما يبقى لها محيدة. هو سوى الجداد عشان قال ما يبقى لها محيدة. يمكن كمان فكرة عديل. وفي ناس بيريدوا اللحم الجداد كثير من لحم الرقاق. سلامة خليك في ان شاء الله. الله يبارك فيك. بمناسبة عيد السعيد ده بمناسبة حضارينك تقدمي تهنئة لناسكي القاعدين برا تشاد وجوا تشاد والناس العزاز عليكي. لأهلي لمسباني لرفقاني هنا تلتشاد هنا جمينا ما ننسى رفقاني هنا نيجر هنا دبي هنا البرازيل كل التشادين في كل الدولة القاعدين الله ينتينا العافية ويجيب السلام في بلدنا. إيه ده أنت فرصة للناس تول ما تلاقيته تفكر أخوك ترسل لي ميساج تنادي في التليفون التشادين الكل القاعدين في السعودية في ياتو نبارك لهم الله ينتم العافية ويقبلهم بالسلام في بلدهم. السنة ياتو حد تعب كتير مشوا بالسلام وخليه يقبلوا بالسلام. والباقين كل القاعدين في جنبني هنا سامو أميز ده الرايدة سخانة ده شديد مرة رايدة وناس كتيرين سامو ربي يتقبل أجرهم. إن شاء الله ربي توصل تهنئتك للناس اللي هنيتهم دين. وكمان داير نسلم عليه الأخ معنا كيف حالك يا نبارك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بالمناسبة الطيبة دي انت كمان دايرين نديك فرصة انك تقدم تهنئة للناس العزيزين عليك وانسان انت متمني انك تكون معاك في العيد ده. لا كلام كذا كله كويس. نشكرك كثير بمناسبة العيد السعيد. يعني اقدم تهنئتي لكل الشعب التشادي خاصة صهباني في الجمارك صهباني في كرال في كل الاقليم هجر لميس الإخوان اللي في خارج يعني نقدم لهم تهنئاتي الهارة ونقول ربنا يهدرنا سنة آخر وإن شاء الله يحقق الأمان لكل واحد. الله يسلمك ويهنيك. وشنو فرحتك وشنو برنامجك أنت في العيد؟ عادة بيكون الناس مرات بيمشوا وبيعيدوا برا وفي اللي بيجوهم ناسهم بعيدوا هنا وشنو أنت كيف جهزت للعيد السنة؟ والله أنا العيد زي ما زمان كان من العادات الأول كان عيد مع عائلتي صباح العيد أمشي المسجد وأقبل بعد أزور. أنا أحيانا بزور الأهل بعد الظهر عشان ترجع في البيت كل نادم كان جاي بزورك بلقاك. بعد الظهر كان نزور العائلة الأصحاب وكل الغربة القاعدين في نجمينة وبعدين اتصال بالتليفون وبالإسمس وداني برنامجنا في الإيت. ماشي إن شاء الله الله يديم التواصل بين كل الأسر التشاديين وكل التشاديين دوم المحبة والتواصل. ياسين كل عام بخير. السلام. شنو خلاص ذبحتوا وغنتوا في الشغل؟ ذبحنا والله غنتوا شكرا. تمام كويس ما شاء الله. طيب ذبحنا الحمد لله بارك الله على هذا العيد المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى كما فضلنا بهذا الخروف وذبحنا وكان تشير منه وأكلنا بعد الجيران وقسمنا كثير 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 حتى من البعض يعني ربنا ساعدنا الدينام زبيها كمان من الجيران كما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك. نعم دايرك تقدم كمان تهنئة لناسك برا نجمينا وتقول لهم شنو مناسبة عيد الأضحى؟ والله أنا بقول لهم مبروك العيد وقدم تهاني لأخي فضل حسن محمد في مندو ولبعض الإخوة في سار وفي عبشة وآتية وقدم تهاني للصديق الوحيد محمد صالح آدم. مناسبة عيد الأضحى المبارك وهو عيد مناسبة طيبة جدا ففرصة دارين تقدم تحايا لناس الموجودين من برا من نجمينا الموجودين في ضواحيها والموجودين برا منها ذاتها. أنا مقدم وجهتي للأخواني القاعدين في فرنسا في السعودية في أمريكا والقاعدين في السودان كله في نيجيريا نسويت لهم بون فيت دي بروسبيريتي لونجيفيتي بي اي سانتي. ونتمنى لأمي وأخواني وخالاتي وأولادي ولجوزي نسويت لهم بون فيت ولنسنا هنا السنديكا كمان وللترافاير حقنا الميليتانا أنا كل نسويت لهم بون فيت ونتمنى ندور العافية في بلدنا الله يجيب لنا العافية
يبقى لنا يلم قلوبنا كلنا نبقى واحد وبلنا نمشي قدام. وشكرا. الله يسلمك والله يقبل ان شاء الله كلامك اللي قلتيه ده، وان شاء الله يشوفوكي ويشوفوا التحايا اللي قدمتيها لهم هم برا كان ان شاء الله. داري نعرف عاده كيف بيكون برنامجك في العيد؟ بتكون عندك زيارات ولا كيف؟ اول يوم ما تطلعي ولا الا بتخلي بعد كم يوم ولا كيف بيكون برنامجك؟ والله برنامجي كان نخلص من خدمتي على البيت، كان خلص خلاص، كان لقيت وقت كمان بعشيه نمشي نزور الاهل نسلم، او قاعدين نمشي بكره كمان نمشي نسلم للاهل. أنا كل مريضة ودهابة جيت مشيت تونس، دهابة جيت من تونس مريضة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إن شاء الله ربي يشفيك. إن شاء الله. الله يسلمك. البيت ده عشان فيت سي. أي. أي. فيت ده يوم أنا ليب، أنا بمشي شوف أكوناك ورفقناك الناس كل كي ده، بس أنا جين بكن إزيانة وبكن مرة أنا يكلو. نسلمكم ونشوفكم وبعدين نقبل في البيت. لك العيد ونتمنى منهم الحياة سعيدة، ونتمنى منهم طول العمر، ونتمنى منهم العافية، والناس في الخارج حتى في السعودية في دبي وفي أمريكا وفي فرنسا وفي الكاميرون، نقول لهم طول العمر وربنا يخليهم في محلهم والله يجيب العافية في البلد ذاته. ان شاء الله ربنا يسمع منك. أي. وكمان دارين عفوا تاسا يعني ذهابه فجر كي وجيت زياره ده ضباح هناك وخلاص خلص وجيت ولا كيف؟ انت جيت تعيد معهم هناك؟ لا 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 ضباح هناك وجينا نسلم عليهم قبل، وثاني نمشي قدام نسلم قبل حتى نرجع البيت. ما اذا العيد ده هو يعني فايده هنايا اكثر كي الناس احنا بنستفيدوا منها كي. اي على اساس الله كيسوي لنا فوق هذا كي تقول في رايك كي شو؟ في رايانا نقول يعني عيد ده عيد انا ده هي ذاته إيت العافية زاد، ونتمنى من أي نادم جيران والناس البعيد والناس القريبين نتمنى منهم الخير إن شاء الله. الله يسلمك. وكمان هو عيد تواصل ومحبة بين الناس. ونادم القريب ما شفته ولا تمشي تشيفه، وده شيء عديل جدا مرة واحد. إن شاء الله ربنا يدوم المحبة بين الناس. آمين. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام. الحمد لله. خليك الأولاد. آمين إن شاء الله. الحمد لله. الله يتم روحاني قلبكم. آمين إن شاء الله. يتقبل منكم بصالح الأعمال. آمين. الله يطول لنا بلدنا. الله يرفع لنا بلا، ينزل لنا شفاء. الله يسلمك. النساء. ما شاء الله. الله يبارك. بمناسبة المناسبة الطيبة دي دايرين تقدمي تحايا لناس كي البرة من انجمينا. لو عندك نادي برا حابة تعيد عليه ممكن تقدر تعيد عليه من خلال شاشة التلفزيون ان شاء الله. نقول مبروك العيد لأمي أشت عبد الرحمن في السعودية، ونقول مبروك العيد لأبوي حسين عثمان في تريشات، ونقول مبروك العيد لكل أمال هنا تريشات وكل أمال هنا تلفزيون شات، ونقول الله يرفع لنا البلاء وينزل لنا الشفاء. ودارين نعرف شنو عملتي في العيد وكيف كانت لميتك ولسه مشيت عيادتي مرتي ولا لسه؟ انا لسه ماما مشيت سرعان عيد وقبلنا جينا وسوينا مرارة وخلاص مرارة من فترنا فوق هسه خطينا من وتر النار. وجوكوا الناس وعيدوا عليكم؟ جو ما شاء الله جو ناس. ناس جو مرقوا ولا معاكم ناس اخرين ضالحين سوا؟ اين وين بس؟ اللحم قسمتوا منا؟ قسمنا ما شاء الله، قسمنا ما شاء الله. ولما في قران كل عندك دبوسره زي ما قال تكتب كان ثلاثه الاثنين تقسموا الواحد كان تاكله انت. ما شاء الله والله. ان شاء الله بينا تكونوا لامين مع بعض وبينا تكونوا المحبه بيناتنا. امين ان شاء الله. امين ان شاء الله. يرحم لنا الوالدين ويرحم جميع المسلمين، اللهم يرفع البلاء وينزل الشفاء. الله يخلي لي امي في السعوديه، والله يخلي لأبوي في تيليشات، واللهم يغفر البلاء وينزل الشفاء. الله ينتينا نيمة. الله يسلمك والله يبارك فيك، والله يكبر كمان دعوتك ونتمنى لك العافية والصحة. الله يسلمك. نقدم تحية لأمي عائشة عبد الرحمن ولا أبوي حسين عثمان، ونقدم تحية لكل صحباتي في تشات وفي غير تشات، ونقدم تحية لإدريس ديبيت نور رئيسنا. شكرا. أم أخواتي بعد المشين صلينا صلاة العيد قبلنا ضبح لنا وخدمنا مع أخواتي. وهسا خطينا ملا الغدا. خطيت ملا الغدا في النار وتعرفي تسوي. ما شاء الله عليك. الله يخلي لك هالفي. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. الله يسلمك. مناسبة العيد دارت تقدم لنا حاجة ظريفة كده، في حاجة جديدة سويتها للمناسبة دي ولا ما عندك شغل جديد؟ والله في مناسبة العيد
الأضحى المبارك لا ما عندنا شيكة يعني جهزنا ليعطونا لعيد الأضحى المبارك. كم قلنا ناس كتير كي يعني اليوم ده يوم أنا أكل اللحم وضحك ده نخلوه يعني بعد العيد اللي يجي آخر إن شاء الله نطقوا جميعا اللي يعني كل يوم أنا زيارات يوم أنا أكل اللحم ويوم أنا يعني محبة وأشغال كثيرة يعني في اليوم. معناه في كلامك ده في كلامك ده اليوم نادم كي بقدر بفضك يضحك ما في اليوم ده ناس دي اللي قاعدين ياكلوا لحم بس. يقول لحم وزيارات. وزيارات بس. وزيارات لحم وزيارات. طيب كويس أنت مشيت زور ولا يأس أكل قاعد تأكل لحم بس من فجر. لا 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 أنا مشيت زور وأكل لحم. جيت يعني في مخدمه وعمل قاعد إن شاء الله. اوكي كويس خلاص عبر التلفزيون تقدر تقدم تهنئة لرفقانا خلي ناسك برا من الجمينة اللي انت تقدر تقدم لهم تهنئة ما شوف يعني نقول يعني عيد مبارك لكل التشاديين والتشاديات في التشاد وفي الخارج تشاد وبالأخص يعني لأخواننا في برا من تشاد ورفقنا برا من تشاد وخاصة يعني للناس اللي يعرفونا وإننا ما معرفة وإننا ما يعني علاقة كويسة كلها نقول لهم شنو يعني عيد الأضحى المبارك ونقول لهم مبروك العيد وكل عام يعني هم بخير وصحة وسلامة والله يخلينا يعني يدينا طول العمر ونعيشوا بمحبة والسلامة يعني في بلدنا إن شاء الله إن شاء الله ربي. مشاهدينا هكذا انتهت جولتنا لتهنئة العيد إلى أن نلتقي بكم مرة أخرى نقول كل عام وأنتم بخير لجميع التشادين هنا في تشاد وخارجها ولجميع الأمة الإسلامية وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.